بسم الله الرحمن الرحيم، معكم معلمة الصف الثاني حنين عوض من مدرسة زهرة الأشرفية. درسنا اليوم عن حقائق الضرب في العدد واحد، صفحة 64 وصفحة 65. لكن للتنويه رح نبدأ إن شاء الله بجداول الضرب 1 10 2 3 4 5 بإذن الله. إذا بسم الله نبدأ. بداية تانية تاني أخذته عن الجمع المتكرر، وحكينا إنه الجمع المتكرر هو عبارة عن تكرار نفس العدد أكثر من مرة. مثال على ذلك 2 زائد 2 زائد 2 زائد 2 هو عبارة عن جمع متكرر، لأن الاثنين تكررت عندي أكثر من مرة. لكن لما أحكي لك 2 زائد 2 زائد 2 زائد 2 زائد 3 هذا ليس جمع متكرر لوجود الثلاث. بعدين أخذنا كيف نحول الجمع المتكرر إلى جملة ضرب بطريقة سهلة وبسيطة، إن نحصر كل رقم داخل بيته، نحصر كل رقم داخل بيته. فحصرت الاثنين الأولى ببيتها، حصرت الثانية ببيتها، وهكذا بحصر كل رقم ببيته. وبناء على تعريف الضرب، عدد المجموعات ضرب عدد العناصر. المجموعات يا مس يعني المربعات الموجودة أمامك. كم مربع أنا مرسوم أمامي؟ مربع، مربعين، ثلاثة، أربعة، فبنزل أربعة. الضرب، إشارة الضرب بتنزل زي ما هي ما بلعب فيها. عدد العناصر، روح على أي مربع بدك إياه. أنا رحت على المربع الأول، بشوف الرقم المكتوب داخل المربع 2 يساوي 4 ضرب 2. جوابك هون يا تاني لازم يطلع نفس جواب الجمع المتكرر 8.